هذا الكتاب بروتوكول عالمي اللي مثلا فادي كان داري مجموعه دعمونه مستشفى من الله طبعا تخوش علاقات بين طبيبتنا والاطباء النسائي اللي كانوا يشتغلون في المستشفى ممكن الناشي از همین سالهای جنگ بوده باشه نقصان كما تشاهدون نحن الان برفقه الضيوف من دولة إيران الإسلامية جاءوا هذا الفريق الطبي باختصاصات مختلفة لدعم أهالي محافظة نينوى وتقديم الخدمات الطبية وباختصاصات تتضمن أو تشمل جراحة العيون والأطفال وجراحة الهضمية وكذلك النسائية والأطفال والقلبية والأشعة. هذه المجموعة والفرق الطبية التي جاءت بدأت عملها هذا اليوم باستقبال المرضى وقد شاهدوا عدد من المرضى ونحن قدمنا طلب إلى الأخوة الزائرين بأن لدينا عدد من المرضى وطلبنا نقل هؤلاء المرضى والحالات الصعبة التي لا يمكن إجراءها في محافظة نينوى وفي مستشفياتنا أو في العراق تحديدا بنقلهم إلى إيران لعلاجهم مجانا على حساب دولة إيران وأبدوا استعدادهم لهذا العمل وسيتم تسجيل أسماء المرضى الحالات المستحصية وكذلك ستصل فرق طبية أخرى باختصاصات أخرى إلى محافظة نينوى لتقديم الدعم لأهالي محافظة نينوى. نتمنى من الدول الأخرى دعم دائرة صحة نينوى علما أن لدينا من الأطباء الأكفاء وقد شارك أطباءنا في محافظة نينوى بالتشاور مع الأطباء الزائرين في كل من ضمن اختصاصه. استاندار محترم نينوى به موسل اعزام شد بناء على طلب السيد المحافظ تم استقطاب فريق من الطبي بالتخصصات العاليه الى الموصل در واقع این تیم متشکل از تیم از منتخبین و نخبگان تخصص های اطفال قلب و عروق داخلی زنان يتشكل هذا الفريق من أخصائيين من العيون كذلك القلب والقيصرة التخصص الداخلي وكذلك الكلى وطب نعم طب الإسعافات الأولية ما قفتم وبا توجه به در واقع دغدغه‌ای که آقای استاندار برای حفظ سلامت شهروندان محترم استان نینوا داشتن از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل در سفری که به موصل در شهریور ماه گذشته داشتیم به این درخواست اجابت گفته شد و در سریع ترین زمان ممکن این تیم به موصل اعزام شدند. و اضافه الى هذه هناك يعني كذلك اخصائيه نسائيه تشارك بهذه الفريق الطبي وهذه طبعا بناء على حرص السيد المحافظ على ان يتم هناك مساعدات للمواطنين هنا لبت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه برئاسه السيد القنصل العام لاستقطاب هذا الفريق الطبي. حقيقه بدأنا اليوم باستقبال المرضى، الحالات المستعصيه، بعض يحتاج الى تداخل جراحي. لربما بعض هذه العمليات ستجرى عندنا في هنا في مستشفى الجمهوري والبعض الاخر الذي لا يمكن اجراءه في المستشفى الجمهوري بالتنسيق مع الجانب الايراني سنقوم بارسالهم الى ايران لاجراء العمليات الجراحيه وخصوصا عمليات جراحه العيون. تم تشكيل لجنه فنيه من قبل استشاريين في مستشفى الجمهوري من عده اطباء
تقوم باستقبال المرضى وفرز المرضى حسب الحالة المستعصية فيما فيهم يحتاج إلى تداخل جراحي أو غير ذلك. مدة بقاء الأوفد مدة غير محدودة حقيقة، عدد الأيام غير محدد، لم تحدد عدد الأيام، كونها تعتمد على عدد المرضى اللي يستقبلونهم وإمكانيات جرى العمليات أو لا.